اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن المنن كمالها، ومن المحن زوالها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الأمر أحمده، ومن التوفيق أتمه، ومن الإحسان علينا أعمه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وأقبل بوجهك الكريم إلينا، وحقق بالزيادة آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا، وبكلام من سواك انشغالنا. اللهم اجمعنا في حضائر قدسك، وانفعنا بلطائف أنسك، ولا تقطعنا بالأغيار عن نفسك. اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اسلك بنا سبيل الأبرار، واجعلنا من عبادك الأخيار، الذاكرين لك بالليل والنهار، واحفظنا من المعاصي فيما بقي لنا من الأعمار، واحفظنا من طوارق الليل وآفات النهار، برحمتك يا عزيز يا غفار. إلهي عافنا من بلائك، ونجنا من سوء قضائك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، حتى نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. اللهم يا خالق اللوح والقلم، ويا جاعل الحل والحرم، ويا معدن الجود والكرم، ويا كاشف الضر والألم، عافنا اللهم من كل هم وغم وكرب وضيق وألم وسقم، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد خير الورى سجية، وبارك لنا يا ذا العلا في هذا العشاء وفي كل عشية، ونجنا وسلمنا من جميع الأهوال والآفات والأمراض والأسقام والأوجاع والبلاء وكل بلية، وامنحنا السعادة الأبدية يا عالم الأسرار الخفية. ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ولا تجعل للشيطان علينا في الحياة ولا عند الممات كيدا ولا سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.